بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والمتابعين لقناة المديرية العامة لتربية الديوانية القناة التعليمية، مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درسنا الثاني من سلسلة دروس الصف السادس الإعدادي للغة الإنجليزية. So we'll start from where we stopped. راح نبدي إن شاء الله تعالى من وين ما توقفنا. الدرس الماضي وصلنا إلى حل التمارين، يعني بالactivity book اللي هو كتاب التمارين pages 2 and 3 actually، يعني صفحتين 2 و3. زين، عندي التمرين A والتمرين C. مثل ما قلنا، one way to learn vocabularies، انه طريقه واحده من الطرق بتعلم المفردات هي انه اتعلمها من خلال النص. الطريقه الثانيه a very good way، انه طريقه ثانيه لتعلم المفردات انه through putting them out in what I mean through putting them into sets، إنه organizing them، إنه تنظيمهن، تنظيم المفردات في sets، مجاميع. التمرين شو يقول؟ يقترح طبعاً منطيني مفردات داخل box اللي هي هذه، ويقول لي using a dictionary، مستخدماً القاموس، حاول إنه تضع هاي المفردات. زين، أول شيء تشيك معانيهن، بعدين خليهن في مجموعات. مقترح المجموعات treatment، علاج، يعني منو من هاي المفردات تستخدم كعلاج. بعد joints اللي هي شنو؟ المفاصل. زين، بعد verbs، منو من هاي المفردات هي أفعال، ومنو من هاي المفردات هي تشير إلى فتشي inside and outside the body، إنه يشير إلى فتشي داخل أو خارج الجسم. نجي للمفردات طبعا اختصارا للوقت، اختصارا للوقت انه سوينا انه كتبنا المفردات، راح بس اقراها حتى تكون على بينه. منو من المفردات يشير؟ قلنا للتريتمنت، باندج. الباندج شنو؟ الرباط اللي نستخدمه بربط الجروح. كريم، كريم واضح بعد. زين، medicine تجي بعدة معاني. هنا طبعا حسب الكونتكست هذا تجي كدواء. زين، إن شاء الله تعالى اللي يتوفقون يروحون لكلية الطب شو نسميها College of Medicine. إذن medicine ممكن تكون طب وممكن تكون شنو؟ دواء. زين، plaster نفس الشيء. my hand was in plaster، إنه إيدي كانت مصبوبة in plaster، بمعنى شنو؟ هاي الصبة. وأحيانا تجي لللاصق، وأحيانا بلاستر تشير إلى عملية اللبخ، أوكي؟ هم تجي معناتها بلاستر. زين، إذن هذا يأخذني الموضوع ثاني أشرنا إلى بالدرس الأول، إنه الكونتكست، السياق مهم جدا بتعلم المفردات، لأن كل مفردة ممكن تجيني بأكثر من معنى. الأخيرة هي pills. pills تجي بمعنى حبوب. أكو مفردة ثانية تشير إلى نفس المعنى اللي هي tablets. tablets أيضا تشير إلى حبوب. بالوزارة شو يسوي أحيانا؟ يقول لي treatment وينطيني بس الحرف الأول الانيشيال، إحنا نسميه ينطيني الحرف الأول، مثلا treatment وينطيني B. أنا حسب الكتاب مالتي والتمرين ما عندي غير مفردة bandage، فأكتب bandage، أو ينطيني C أكتب cream، أو ينطيني M أكتب medicine، وهكذا plaster and so on and so forth. joints عندي المفاصل، ankle اللي هو مفصل الكاحل. زين، elbow اللي هو هذا العكس. زين، knee اللي هي الركبة، والshoulder مر علينا بالدرس الأول اللي هو بالتمرين my shoulder hurts. زين، اللي هو معناته الكتف. شوف عزيزي الطالب، متى ما قدرت تحدد مكان المفردة اللي مرت عليك بالنص، أنت قول إنه أنت جاي تتعلم بالطريقة الصحيحة. يعني شو أسوي أنا؟ مو أقرأ الكتاب مثلا مدرس بالدرس العادي، شو أسوي؟ يقرأ لي الكتاب، أرجع للبيت أنا أراجع. زين، راح ترسخ ببالك إنه هاي المفردة إجت بالدرس الأول التمرين كذا. صدقني شئت أم أبيت إنه هاي الموضوعة راح تبقى ببالك. ف this is a very good way of learning English and learning vocabularies. هاي طريقة ممتازة لتعلم اللغة وتعلم المفردات، إنه relate them to where they occurred، إنه تربطهن بالمكان اللي وردن بي بالكتاب. زين، wrist اللي هو مفصل الرسغ، نفس الشيء بالوزاري هم ينطيني مثلا joints وينطيني الحرف الأول، فأنا يكون أعرف
هاي المفردات املاء كنا اعرفها دقيق كنا اكتبها بصوره دقيقه لان خطا بحرف واحد خطا بكل الكلمه زين verbs breathe cough faint sneeze swallow الواحد المفردة الأولى breathe بمعنى يتنفس إذا أوخر من عندها الإي يصير breath نفس وتجي بمعاني أخرى واضح شوف شلون إحنا جاي نربط مفردة ثانية حتى نتعلمها cough هو الفعل اللي يشير إلى السعال أو القحة faint من واحد مثلا هسه شلون إحنا بشهر الصيام وكلش تعبان يصير عنده إرهاق فش يصير faint إنه يغمى عليه زين سنيز هساي سنيز صار بيه في الموضوع يعني خاص قبل مثل ما نشوف النكات اللي ماشية نقول سنيز يرحمكم الله هسا سنيز إذا واحد يعطس نقول له عمي شايفين شرك بعد ماكو يرحمكم الله لأن سنيز is connected with something else ممكن تكون مرتبطة مثلا بنشلة أو لا قدر الله كورونا فيروس زين swallow اللي مثلا when you eat من تاكل شي يصير إنه يحتاج إنه swallow إنه تبتلع إذن شوفوا هاي المعاني شوف إحنا نحاول نخلي each and every verb word or adjective whatever إنه نحاول نخلي كل مفردة بموقف حتى تكون أثبت للتذكر زين inside and outside the body داخل وخارج الجسم blood دم و bones العظام ممكن تجي مفردة شوف أي اسم ينتهي بالأس إنه ممكن يحتمل أنه يكون مفرد زين يعني مفردة بدون أس الجمع مالته بالأس زين إذا راح تقول لي ما عندنا جمع irregular جمع غير قياسي أقول لك إيه موجود وإن شاء الله تعالى في وقته راح نشير له heart اللي هو القلب skin اللي هو الجلد مال البشر زين أسا راح تقول لي leather الجلد اللي هو اللي غير البشر نسميه leather اللي هو مثلا جلد الحيوان مثلا شو أقول jacket or leather jacket يعني سترة جلدية ما أقول skin jacket لأنه skin خاص فقط وفقط بالبشرة زين بيها معاني ثانية yes skin بمعنى يعني أنه مثلا يسلخ زين يسلخ مثلا الجلد عن الجسم يعني يزيل الجلد عن الجسم أيضا يجي معنى skin بس skin بكتابنا مستخدمة كاسم زين المفردة الأخيرة اللي تشير إلى داخل الجسم هي stomach اللي هي المعدة زين التمرين اللي بعد التمرين سي تمرين مهم جدا هذا ما راح أتمكن أحله إلا إذا أنا فاهم العلاقة بين الأس V C. راح نقرأ الأمثلة. منطيني قلي complete each sentence with a word from the box. أكمل كل جملة من باستخدام كلمة من البوكس. يعني هذا المربع الموجود أو المستطيل. شوف منطيني الجملة الأولى. Have you got a cold? عندك نشلة. No, I always when I put pepper on my food. شوف أجي هنا أنا. أجي I. هاي شنو ضمير فاعل إذن أنا إيش أحتاج فعل رئيسي أروح للمستطيل الفوق منو من هاي المفردات هي فعل زين أجي bleeding ما أقدر أستخدمه ليش إنه فعل ينتهي بآي إن جي أو كلمة تنتهي بآي إن جي تحتمل إنه تكون أما اسم أو تكون شنو فعل بالصيغة الخامسة اللي هي سميناها صيغة الحال فلازم أكو قبلها لو إز لو أم لو آر لو وز لو وير بما أنه ماكو عندي بهذا الفراغ هاي الأفعال كينونة إذن هاي ما أستخدمها انتبه على هاي الاستراتيجي اللي هاي الاستراتيجية شلون جاي نحل هذا التمرين أروح للكلمة اللي بعدها broken شنو broken صيغة التصريف الثالث صيغة التصريف الثالث أنا لازم أفهمه إنه لازم قبلها لو فعل من أفعال الكينونة اللي هي بالمبني المجهول أو لازم قبلها have أو has أو had واضح أجي قبل الفراغ ما عندي أي من ذني إذن هاي هم ما استخدمها hurts فعل هاي تشتغل وياي I فاعل و hurt فعل أنا أحتاج فعل بس أباوع أقول شنو hurts منتهية بأس أس الشخص الثالث وإحنا قلنا هاي أس الشخص الثالث فقط وفقط إذا كان الفاعل مفرد فما تشتغل عندي أعوفه هاي استراتيجي لازم تتبعها بحل هكذا نوع من التمارين يعني أجي أجرب كل
مفردة على الجملة مالتي بهال الطريقة هذه حتى أحل بالصورة المطلوبة. زين pain قلنا إحنا pain إنه واردة بمنهجنا كاسم وآي أنا محتاج بعدها إلى فعل ما أستخدمه. sick صفة مريض ما أحتاجها. sore صفة ما أحتاجها. dizzy هم صفة هم ما أحتاجها. إذن أروح إلى sneeze، الفعل الوحيد اللي ممكن يشتغل وياي هو سنيز وما بيأس الشخص الثالث، إذن هو هذه الكلمة المطلوبة. نفس الاستراتيجية راح أطبقها على كل فقرة من فقرات التمرين. زين راح نختار الأود نمبرز أونلي، راح ناخذ الأرقام الفردية حتى نوفر وقت للدرس الثاني، يعني موضوع القواعد بالدرس الثاني. أروح للجملة الثالثة. She cut her hand while she was chopping vegetable. She cut هنا جرحت إيدها while بينما she was chopping vegetables، بينما كانت شنو تقطع chopping vegetables الخضروات. It was a very deep cut، كان شنو جرح عميق. And it was هنا أنا عندي was، إيش قلنا was أحتاج بعدها أما فعل بصيغة التصريف الثالث أو صيغة التصريف الرابع أو أنه أحتاج بعدها صفة. أجي هنا أنا a lot، بما أنه a lot يعني أنا هنا أنا شو أحتاج؟ أحتاج أفضل شيء أنه شنو فعل بصيغة التصريف، يعني أبو الآي إن جي. أجي منه ذني الفعل مالتين أبو الآي إن جي. it was bleeding a lot، كان ينزف كثيرا. هسه البعض يقول لي استاذ أنا احفظ المفردات، اخذني مثلا كلمه اسميها keyword من شو اسمه من نفس الجمله واربطها بالكلمات الاختيار. مثلا شو يقول لي؟ يقول لي عندي cold، بما انه cold اذا اربطها ويا السنيز. هذه هم طريقه فعاله وجيده جدا، يعني اسوي دائره على الكولد واخلي واتذكر انه من اشوف الكولد معناته انه انا بهذا الكونتكست احتاج سنيز. بالثالثه عندي كت جرح، بما انه جرح كت اختار بليدنج. هذه هم افكتيف، هم طريقه فعاله وناجحه جدا بالحل، وراح نحتاجها ان شاء الله تعالى من يمر علي موضوع الامبيراتيفز، موضوع الصيغ الامريه. زين الجملة الخامسة. She can't play tennis. She has شوف. She has her right arm. أجي أطبق عليها القواعد. القواعد شو تقول؟ القواعد تقول إذا عندي قبل الفراغ has أو have أو had، إذا نحتاج بعدها شنو صيغة تصريف ثالث. خلينا نقول في أغلب الأحيان، مو دائما. مثلا أقدر أقول I have a car، ممكن يجي وراها اسم. زين I have a cold. Okay, I have money, whatever. Okay, زين. أما هنا أجي هم أجي أربط شو أسوي؟ أختار لي كلمة حتى أقول إنه عندي right arm. Right arm بمعنى إنه شنو اليد اليمنى أو الذراع اليمنى. فش أقول broken. Broken. نروح للجملة رقم سبعة. مثل ما قلنا إحنا راح نختار ال odd numbers. ال odd numbers بمعنى الأرقام الفردية، جمل فردية. Where exactly is the؟ بما أنه عندي the قبل الفراغ، إذن أنا أكون بحاجة إلى شنو؟ اسم. أوكي اسم أحتاج إلى الفراغ لأنه مسبوق ب the وأحيانا مسبوق ب a أو an. فأغلب الأحيان أكون بحاجة حتى أعبي الفراغ إلى اسم. زين And how long have you had it? Where exactly is the? And how long have you had it? هسا أنا إذا أريد أشوف أقول أربطها بكلمة، حتى طبعا الاختيار الصحيح هو pain. أين هو ال pain بالدقة؟ هسا تريد تقولي مثلا أربطها ويا exactly. It's up to you. زين تقول إنه هان الكيورد بالنسبة لي هي exactly. ليش؟ لأنه ما متكررة خلال التمرين كاملا. فأقول أنا من أشوف exactly معناته شنو؟ أنه أختار pain. هسا واحد يقول لي يابا ترى ماكو ربط، راح أقول لك yes I agree with you، أنا أتفق وياك، بس ما عندي كلمة ثانية حتى أربطها زين بالpain. فأقرب شيء راح أقول exactly، لأن exactly بالدقة وما متكررة بالجمل السابقة، فراح تكون أنه مثلا أقول من أشوف exactly راح أختار مفردة pain. هذا كل ما يخص
الدرس الأول، وراح نقول إنه انتهينا من الدرس الأول بتمارينه إن شاء الله تعالى وبشرحه وبقواعده وبالفاونديشنال ستاف. ننتقل مباشرة إلى الدرس الثاني وموضوعنا القواعد المهم جدا. الدرس الثاني يتحدث عن شنو استخدام زمن الباست سيمبل. زمن الباست سيمبل، زمن الماضي البسيط. من المهم جدا إنه أفتهم حتى أطور نفسي باللغة، لازم أفهم أنا شلون أستخدم الأزمنة. إذا سيطرت على استخدام الأزمنة راح تسيطر هواي على أنه كيفية توظيفها بالتعبير عن المعاني اللي ببالك. واضح؟ الزمن الماضي البسيط أن استخدمه to describe an action that happened and finished in the past، حتى نوصف فشي صار وانتهى in the past and has nothing to do with the present، وما إلى أي ربط أو علاقة بمن بالمضارع. إذا افتهمنا هذا راح نقول إنه بما أنه نحكي عن زمن نخلي ببالنا موضوع مهم جدا. الأزمنة باللغة الإنجليزية دائما بيها ثلاث صيغ: صيغة الأفيرماتيف المثبت، وصيغة النيجاتيف اللي هي شنو المنفي، وصيغة الكويستشن. هذا ينطبق على كل الأزمنة. واضح؟ هسه وين ما راح يمر علي زمن ان شاء الله تعالى بالمنهج، هسه راح يمر، هسه مر علينا الباست سمبل الماضي البسيط، بعد مباشره راح يكون الماضي المستمر ايضا راح يكون بصيغه المثبت الافيرماتيف، والبعض يسميه البوزيتيف. زين، وصيغه النيجاتيف اللي هي المنفي، وصيغه الكويستشن او البعض يفضل يسميه انتروجاتيف. زين، نجي للصيغة الأولى اللي هي صيغة الأفيرماتيف بالماضي البسيط. صيغة المثبت تحتمل ثلاث حالات. خلي أشوف هنا الأمثلة حتى يكون أدق. مثلا الحالة الأولى إنه يكون عندي فعل قياسي. زين، الحالة الثانية فعل غير قياسي، والحالة الثالثة تكون باستخدام الفعلين المساعدين، أما was أو were. أما was أو were. نأخذ أمثلة. مثلا فعل قياسي نقول حسين مصورنا، شو نقول؟ played tennis yesterday. حسين played tennis yesterday. حسين لعب تنس البارحة. هو تنس أصلا ما عندنا، فحسين يعني هاي جملة افتراضية، حسين played tennis yesterday. هذا يقودنا إلى موضوع مهم ومهم جدا، إلى الظروف المستخدمة مع زمن الماضي البسيط. هاي راح نحتاجها. شوف، من خلال الظروف راح يكون عندي انه معرفه باختيار الزمن الصحيح. الظروف المستخدمه مع زمن الماضي البسيط هي yesterday و ago مسبوقه فتره زمنيه، و last، وهاي last بيها هواي تفصيلات. زين، هسه مبدئيا نقول last. زين، راح تمر علينا last باستخدام since وفور باستخدام زمن المضارع التام إن شاء الله تعالى. في وقتها راح نشير للفرق بين ذيك اللاست وهاي اللاست. زين، yesterday ago last، وبعد نقول التواريخ القديمة أو نشير لها بالold dates، تواريخ القديمة. وبعد عندي مفردة immediately. المنهج بصفحة 79 من كتاب الطالب متطرق إلى مفردة immediately. اللي هي حالا أو فورا، ومستخدمها بزمن الماضي البسيط. بما أنه مستخدمها بزمن الماضي البسيط، راح نفترض أنه immediately هي من الظروف اللي راح تستخدم مع زمن الماضي البسيط، وراح تكون شنو؟ هاي إشارة إن يعني من أشوف هذه معناتها أنا بحاجة إلى زمن الماضي البسيط، إلى بين الأقواس. هذه بيش تساعدنا؟ راح يجينا في مرحلة ما في بالمنهج إنه نختار
الزمن باعتماد على الظرف الموجود أو المستخدم بالجملة. هناك راح نعرف أهمية معرفة الظروف المستخدمة مع كل زمن. زين، هسه هذه الحالة الأولى. مثلا الحالة الثانية أنه نستخدمها مع فعل غير قياسي، مثلا أقول عقيل cut himself yesterday، عقيل جرح نفسه البارحة. زين، cut، شوف استخدمنا الفعل cut، عقيل cut himself yesterday، انه عقيل جرح نفسه البارحة. حتى نكتبها نقول هاي الحالة الثانية، عقيل cut، حتتذكرون من قلنا himself، هسه احنا استخدمنا yesterday، راح نقول 2 minutes ago. 2 minutes ago. عقيل جرح نفسه قبل دقيقتين. هسه راح نقول شنو قبل دقيقتين صارت ماضي؟ ايه، هنا نرجع للتعريف الاساسي انه الماضي البسيط نستخدمه بالتعبير عن كل شيء حدث وانتهى، حتى لو قبل ثانيه. مثلا نقول I saw him a minute ago or I saw him a moment ago، شفته قبل لحظة، انتهى صار ماضي، بعد ما له علاقة بالpresent. واضح؟ زين، إذا عقيل cut himself، هذا الفعل cut هو فعل irregular. الحالة الثالثة من صيغة الماضي الماضي البسيط بالمثبت باستخدام الفعلين المساعدين أما was أو were. was تستخدم كالآتي، was مع الفاعل المفرد زائد I، خلينا نقول I زائد singular subject مع الضمير I وشنو الفاعل المفرد. هسه راح تقولي شو ال I استخدمناها بالمضارع مع الجمع. هسه هنا أكون أني أنتبه، I مع المضارع البسيط نستخدمها حالها حال الجمع، يعني يجي وراها فعل. شلون من قلنا مثلا they don't أقول I don't، واضح؟ بينما بالماضي البسيط أقول I was وأقول they were. هذه هم نخليها ببالنا، ال where مع الفاعل الجمع، مع الفاعل الجمع. انتهينا من صيغة المثبت باستخدام شنو؟ استخدام ثلاث حالات أو ثلاث يعني ممكن ثلاث طرق مختلفة تجيني بها صيغة المثبت بزمن المضارع الماضي، سوري الماضي البسيط، اللي هي باستخدام الفعل القياسي، استخدام الفعل الغير قياسي، أو باستخدام صيغتي was and were. هذا ياخذنا إلى أحيانا بالوزارة شو يسوي؟ يخلي لي الفعل بي بين قوسين. احنا سبق او ان اشرنا نقول دائما بالوزاري اي فعل ينطيني اياه بين قوسين ينطيني اياه بصيغته المجرده. من يكون ينطيني هذا الفعل زائد ظرف مستخدم بمن؟ خلينا نقول بالماضي. خلينا ناخذ مثال حتى يكون ادق. شوف هذا المثال. Where is my razor? Where is my rubber? قبل كانوا يسموها duster. زين، هسه انتهت بعد هاي الدستر، ما حيستخدمها لين ما حيستخدم طباشير بعد. زين، فراح نبدي نقول عليها eraser. زين، راح ناخذ مثال انه نستخدم بي بين اقواس ونشوف شلون نحولها الى was او where واعتمادا على شنو. أنا مهيئ مجموعة أمثلة. Page 6. شو نقول؟ The boys outside two hours ago، ومنطيني بين قوسين correct. من نشوف correct معناته يريد من عندي تصحيح
الفعل الموجود بين الأقواس. أجي هنا شلون أحدد؟ لازم أحدد زمن حتى أستخدم الفعل بصورة صحيحة. زين الزمن شنو اللي موجود عندي؟ عندي الفعل سوري الظرف أجو. بما أنه عندي الظرف أجو ومنطيني بي، إذن إيش أسوي؟ The boys were outside 2 minutes ago. ليش حولنا البي إلى where؟ لأن أنا أحتاج عندي boys اسم جمع، فأحتاج صيغة الجمع من البي اللي هي where. زين اعتمادا على الظرف المستخدم ago. زين حالة النفي تكون عندي طريقتين، أما أضيف not بعد ال was أو ال where إذا كانت موجودة عندي بالجملة، أو شو أسوي أحيانا الفعل ما بي فعل مساعد، الجملة ما تكون محتوية على فعل مساعد، هنا أستخدم did. أخذ مثال I liked maths when I was a kid. I liked math when I was a kid. Okay. أو بس أقول I liked maths. وأقدر أقول I liked maths when I was a kid. ويقول لي بين قوسين negative إنه حولها للنفي. أجي هنا عندي صيغة نفي إذا كانت جملة الحد هنا. سوري عندي فعل مساعد، ما عندي فعل مساعد، عندي فعل liked. زين liked شلون أحولها إلى صيغة النفي؟ أخلي قبلها did not. إذن أستخدم did not حتى أحول الجملة إلى أما صيغة النفي أو صيغة الاستفهام اللي راح أستمر علينا عند ما يكون عندي شنو فعل مساعد بالجملة. الصيغة الأخيرة اللي هي شنو؟ صيغة ال questions. وال questions تكون بهالطريقة هذه. زين VS compliment. هسه تقول لي استاذ هذه حكي واسع، اقول لك الفي لازم يكون فعل مساعد. زين فعل مساعد بصيغه النفي غالبا ما يكون اللي هو الديد، وخصوصا عندما ما يكون عندي شنو فعل مساعد مستخدم بالجمله. او مثلا قل لي هاي جمله I liked maths when I was a kid، ويخلي لي بين قوسين يقول لي question سؤال. شلون احولها الى صيغه السؤال؟ هنا انا اباوع ما عندي. زين ما عندي. هسه راح تقول لي ليش ما تستخدم الواز؟ هنا راح اقول لك هذا تفصيل ثاني، انه هذه مو جمله اصليه، هذه يعني شبه جمله خلينا نقول، لانه قبلها وين؟ فالفعل الرئيسي I liked، فصير did I like math when I was a kid. او باستخدام طريقتين عندي الاسئله تكون بطريقتين، يعني عندي نوعين من الأسئلة خلينا نقول. النوع الأول إنه نخلي الفعل المساعد بالبداية، وهذه نسميه الـ yes no questions. زين أسئلة الـ yes no اللي هي تبدي الفعل المساعد بالبداية، أو الـ wh questions اللي هي شنو الأسئلة اللي تكون في بدايتها كلمة بها WH، يعني مثلا what when why وهكذا. زين هسه هاي وين راح تشتغل عندي اكثر؟ بالسؤال الاول اللي هو reading comprehension. نرجع لهذا مثلا، اما اقول did I like واكمل للنهايه، او استخدم الطريقه الثانيه what did you like when you were. هنا راح يصير بيها تغيير. أغلب الظن احنا هذا اللي نحتاجه باستخدام الفعل المساعد. أعزائي الطلبة وصلنا وإياكم إلى ختام درسنا الثاني. إن شاء الله تعالى هذا الدرس له تكملة. زين راح إن شاء الله تعالى نشير إلها بدروسنا القادمة. تحياتي لك.